مواكب تشييع الشهداء، الصورة الأولى بعد أن صمتت البنادق. حزن في شوارع غزة ومقابرها، حتى المسلحين غابوا عن الجنازات، قد تكون استراحة مقاتل أو تحسبا لغدر إسرائيلي. نحن أوصلنا رسالة ميدانية مهمة ورسالة سياسية عبر الأشقاء في مصر، أننا سنبادر مباشرة في الرد على أي خرق صهيوني أو أي اعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذه مسألة ليست خاضعة ولن تكون خاضعة للنقاش. بحثت إسرائيل عن الصورة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، فسوت تحت جنح الظلام تجمعا سكنيا مكونا من 3 منازل بالأرض، أصابت من فيه من أطفال ونساء وقتلتهم. ناس نايمين في دورهم آمنين، أطفال نايمين، قصفوهم الساعة 12 ونصف الليل بالاف 16، 4 قذائف اف 16، المكان أثر بعد عين. كل كيف؟ وين الموقع العسكري اللي عندهم؟ يحتاج سكان القطاع المحاصر إلى أيام أو ربما أسابيع للتعافي من الأضرار النفسية والمادية التي خلفها القصف الإسرائيلي الكثيف خلال 72 ساعة، حتى وإن أعاد الاحتلال فتح المعابر وسمح بالصيد البحري مجددا. يتفق الفلسطينيون على أن هذه الجولة من التصعيد لن تكون الأخيرة إن لم تتغير الظروف السياسية والإنسانية في القطاع، لكن الخشية بالنسبة للسكان هنا من أن تتدحرج جولات التصعيد القادمة إلى حرب واسعة وشاملة، حتى وإن أعلنت الأطراف عدم رغبتها في خوضها. باسل خلف، التلفزيون العربي.